إلينا من دبي محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. إذا بداية نتحدث عن تأثيرات أوميكرون وأيضا عطلة وموسم العطلات، كيف أثر على أسواق العملات وما هي العملات التي استفادت من الحديث وأيضا زيادة المخاطر من أوميكرون؟ أهلا بك. بالفعل نحن في فترة أعياد الميلاد وموسم العطلات وقبل نهاية العام، لا عم نشوف أنه متوقع أن التذبذبات والنفقات الضيقة سوف نشاهدها على العملات في هذه الفترة اللي تكون فيها أحجام طبعا التداولات ضعيفة. خلال الأسبوع الماضي شفنا كيف ارتفاع وشهية لأخذ المخاطر، وشفنا كيف أسواق الأسهم الأمريكية ارتفعت بشكل كبير وحققت مستويات قياسية للأس أن بي 500، وأيضا اليوم عم نشوف افتتاحات يعني للمؤشرات الأسواق الآسيوية على تراجعات الأسواق الصينية طبعا على بعض من الارتفاعات، وذلك في ظل أنه التفاؤل بأنه إيفرغراند الشركة المتعثرة عادت يعني 92% تستأنف أعمالها ومشاريعها. فبالتالي عم نشوف كيف العملات عن الدولار الأسترالي مرتبطة بالنمو الاقتصادي رح نشوفها تذبذبات والنطاقات الضيقة، رغم أنه خلال الأسبوع الماضي شفنا كيف الارتفاعات على العملات المرتبطة بالنمو الاقتصادي، لأنه شفنا كيف المخاوف من أوميكرون بلشت أنه نشوفها تأثيراتها أبطأ من فيروس دلتا. فبالتالي العملات المرتبطة بالنمو الاقتصادي استفادت خلال الأسبوع الماضي، لكن مع ارتفاع الآن بعض عم نشوف ارتفاع عدد إصابات بفيروس كورونا، عم نشوف خلال هذا الأسبوع عم نشوف في الصين عم ترتفع الأعداد وأسرع وتيرة في عدد الإصابات، رغم هذا بيخلي أنه بعض يمكن تستفيد العملات مثل الفرنك السويسري والين الياباني. بالنسبة يعني إذا نظرنا إلى الين الياباني كعملة ملاذ آمن تستفيد بشكل لحظي من ارتفاع عدد الإصابات والرجوع إلى تلك الملاذات، لكن مع توجه مثلا البنك المركزي الياباني إلى عدم تشديد السياسة النقدية، رغم أنه بلشنا نشوف ارتفاع في التضخم، وهذا الفارق بين تشديد السياسة النقدية من احتياطي الفدرالي الأمريكي وعادة تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الياباني، هذا بيبقي ضغط ربما الهابط على الين الياباني. نعم. إذا لينا يعني ماذا عن توقعات بفرض بعض القيود في منطقة أوروبا بسبب يعني المتحورة أوميكرون، كيف أثر على أداء اليورو تحديدا؟ بالنسبة لليورو نحن نشوفه أنه عم يبقى الضغط الهابط على اليورو والاتجاهات الهابطة على اليورو، عم نشوف في بعض الارتفاعات على الدولار الأمريكي، أولا عم نشوف في إجراءات تشددية أكثر يعني في منطقة اليورو في القارة العجوز، وأيضا عم نشوف أنه في إلغاء بعض السفر في بعض الرحلات عم تلتغى بسبب ارتفاع عدد الإصابات بمتحور أوميكرون. فبالتالي وعدم نية البنك المركزي الأوروبي بأي سياسة تشددية في هذه الفترة، على عكس البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي اللي عم نشوفه رح يقوم بتسريع أو تجديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة، فهذا عم بيخلي أنه يبقي الاتجاه الهابط، وخاصة مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. وكما ذكرنا أنه نحن عم نشوف أنه نحن هلأ بفترة أعياد ورح نبقى نشوف هالضغط الهابط والتذبذبات والنفاق الضيقة على العملات، وخاصة هلا رح نشوف أيضا اليورو رح نشوفه هلا عم نحكي عن 1.13 بالنسبة لليورو، ولا أستبعد بعض التراجعات على اليورو مقابل الدولار الأمريكي. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.